مرحبا، انا يحيى سويس. اكيد اشتقتوا لي لان انا اشتقت لكم. راح نكون مع بعض لنهار واحد معي انا عشان تعرفوا كل حياتي. يلا معنا. عون، طبعا اليوم هاي جيت انا طبعا نشوف عون، هو بالحضانه بعد مش شايفني. وينك يا عون؟ تعال شوف عون، وين ايدك؟ تعال. نعم، تعال. كيفك؟ ايش اخبارك؟ استنى، هذا عون. احكي مرحبا. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ احكي والله حبيبي. والله على راسي. تعال يلا تعال. شو بدنا نعمل؟ احكي شو هاي اسمها؟ يلا نلعب. مين؟ تعال. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ تمام. يلا وين صاحبك فيصل؟ هيا ها يلا نروح. وين نروح؟ طبعا عون، انا كل يوم بهذا الوقت باجي باخده من الحضانه. صح. شو بجيب لك دائما وانت مروح؟ بيضه. يمكن لما كنت عزابي انا كانت تحكي لي انه، طبعا تحكي لي امي انه الضنا احلى اشي بالدنيا. ولما اجاني عون انا صراحه حسيت انه قديش انا امي بتحبني، وقديش انه امي بتخاف علي، ويمكن ما بتنام الليل عشاني اذا كنت انا مريض ولا تعبان ولا في اشي معين. بس هذا الاشي حسيته انا لما اجاني عون. اغلى اشي بحياتي عون، لانه ضناي وحبيبي وكل اشي كل اشي. هيا ياو. هلا وين نروح؟ نروح وين؟ نجيب ايش؟ بابا. يلا. واو، تاكل خبزة؟ ها هات بوز. تحبني؟ احكي لي شو عملت بالحضانة؟ شو عملت؟ صحسيلة. لعبت مع مين؟ مع أصحابك؟ شو لعبت معاهم؟ والله مو حبيبي. هون لعبت؟ طيب هلا وين بدي اروح انا وياك؟ واو، انا بنبسط جدا لما اروح اخده من الحضانه، لانه بيعمل لي مود حلو بالسياره، بيرقص معي، بغني معي. يلا 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 واحده. يلا هيك هون هيك عون هيك هون. لما يشوف علم بحكي لي عن اسم اغنيتي، فبعمل لي مود انا صراحه بالسياره، وبخليني اذا كنت منكد انا جاي منكد بخليني مروح مبسوط. الشيء هذا احلى شيء بحياتي، وانه غير هيك كمان لازم كل يوم قبل ما يفوت البيت لازم اخذه على السوبر ماركت اشتري له الكاندي والاشياء هاي. ف يعني بكون مبسوط جدا معاه، ولازم يروح راضي وانا عامل له كل شيء. انا احكي لك شغله، اشتري لك بوزه. اشتري لك بوزه. يلا اهلا وسهلا. مرحبا، اعطيني 2 كون. ايش ثانيه؟ سلامتك. دينار، تفضل. اوكي ثانك يو. لمين بدي اجيب انا؟ لعون. بوزة. كيف حالك؟ تمام؟
اوكي تفضلي يسلمون. احكي لي غلبناكي. يسلمون. شكرا شكرا. استنى مين مين مين؟ احكي لتاتا انا ماسك علم. الو هاي اما. مرحبا يا تاتا. انا يا عمري تاتا. احكي لها احكي لها ماسك علم. ماسك علم يا امي. امي الو امي. نعم حبيبتي. هاي عون بجنبي انا. اه واشتريت له علم والله وبيغني الاردن عالي. يا ام محلاها. يلا يا ام يلا يلا احكي. هاي هاي بدي احكي لك بدي احكي لك احكي لها. خذ خذ يلا حبيبتي. نعم عمري يا تاتا كيفك يا حبيبي؟ الحمد لله كل ساعة حبيب عمري. انت شو بتعمل؟ يلا اشتريت علم. اشتريت علم. هاي ايش حالك العلم؟ بابا خلي لك بابا يا رب. احكي لك تحبيني؟ احكي لها احكي لها بتحبيني؟ حبيبي بموت عليك كثير والله. بحبك يا حبيبي. انت ابني الغالي. يلا 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 غني. يابا طيب غني لها. والاردن عالي ردوا علي القول. والاردن عالي هو مالكنا غالي هو ردوا علي القول. يلا قولها بدك شيء. قول يا حبيبتي بحكيكي. يلا باي 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 بابا. بخصوص التليفونات انه يمكن اصحابي بيحكوا لي اقعد معانا خلص اقعد ضلكاش تحكي تليفونات وابصر شو. يمكن 30 40 مره باليوم بحكي حتى قبل ما انام قبل ما احط راسي على المخده. يا امي يلا تصبح على خير بدي اتغدى. امي حبيبتي ما لا تقلق علي انا بدي اتغدى برجع لك. يمكن بدي اطلع طلع مع اصحابي او بدي ادخل استديو. امي انا اذا ما رديت عليكي بدي ادخل استديو ما تقلقيش. يعني بكل تفاصيل حياتي لازم اخبر امي. ليش؟ لانه يمكن انا من الناس حتى مش انا بجوز اخواني كمان اللي وعينا على امنا. ف لازم هي الوحيدة نخبرها انه احنا شو تفاصيل حياتنا لان نعرف قلب امي شوية من النوع الطيب اللي بتخاف. طبعا اليوم عندي مقابلة بهاي الاذاعة راح اخبركم شو اسمها بس حابين انتو تعرفوا كمان كيف احنا بنعمل مقابلات. فيلا معي عشان ندخل على المقابلة. يلا. وإشي كثير اليوم هيك يعني حابين نشارك الجميع بهالمناسبة الرائعة. اليوم في معنا فنان أردني يعني بصراحة مكسر الدنيا. شخصية رائعة. شاب يا الله ما أحسنه بالحياة. شاب هيك مرتب ولطيف وخفيف جدا جدا. الفنان الرائع يحيى سويس. خف علينا يا رجل. حبيبي حبيبي صراحة محمد. يعني أنا كتير مبسوط إنه أنت اليوم معنا. اليوم في أكثر من مناسبة نحن عم نمر فيها. أكيد عيدنا عيد الاستقلال طبعاً. وأكيد كل عام اليوم كمان آخر حلقة اليوم في يا ليل لهالموسم. الله يعطيكم العافية. وزي ما بيحكوها بالعربي الفصيح ختامها مسك. والله ما حدا مسك إلا يا زلمة. أنت شو هذا زمان. يحيى يعني أكيد أنت غني عن التعريف حبيبي. وكل الناس بتعرفك بس بحب دائما هيك بكل يعني حلقة من برنامجنا نعرف الناس ونخلي الشخصية اللي دائما بتشوفها بالتلفزيون أو على اليوتيوب على أو على الفيسبوك تكون أقرب للناس. اليوم في كتير ناس عم بيسمعوا وأنا عندي الفيسبوك يعني صار فيه حبيبي. بلاوي زرقاء من وراك. الله يخليك. فبحب تحكي للناس وتقرب للناس أكثر وتحكي للناس مين يحيى سويس. يحيى سويس فنان أردني. فنان أردني شارك بعدة مهرجانات وأهمها طبعا برنامج ستار أكاديمي. أكيد. الحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج خلينا نحكيها بالعامية قطع لي شوط كبير انه عرف الناس علي وخلاني شوي قريب للعالم. اكيد.
وبلدنا هي شوي بتحب هاي البرامج وبتحضر هاي البرامج. أدي أضاف لك برنامج ستار أكاديمي ومشاركتك، ويعني كيف قررت أنه أنا لازم أشارك؟ إمتى حسيت باللحظة اللي خلص أنا لازم أطلع وأوصل لهالبرنامج وأشارك فيه؟ والله أنا بكل صراحة هالبرنامج بحبه لأنه كان فيه يتميز بأشياء كتير، أنه 24/24 ببيت واحد بتتعرف على ناس كتار. بس الحمد لله رب العالمين هي اجت بالصدفة، بس زبطت معي. كيف صدفة؟ يعني انا ما كنت يعني مقرر انه 100% انه ادخل ستار اكاديمي، انه يمكن حكيت صعب، عرفت علي؟ بس الحمد لله الله وفقني. ما بنقدر نبلش برنامجنا غير او فقرتنا معك غير لما تسمعنا اشي. بنسمعك ليش لا؟ يلا. انت يا را 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 لازم. قال شو بدك بالقيل وقال لو شو ما قالوا لك عني، لك هودن ما بيهدى لمبال حتى ياخدوك مني. شو بدك بالقيل يس. ليه ترددت؟ لانه كم سنه اخذت معك الجامعه؟ والله انا شوف انا احكي لك بكل صراحه، انا كان في شغلتين بحياتي. هلا انا بوقت دراستي كنت يعني بين خيارين، يا بدخل ستار اكاديمي يا بتطلع بتكمل. قسما بالله دخلت ستار اكاديمي. شو راي اهلك بهذا القرار؟ قراري هذا ابدا ابدا انت مدلل اخر مش شغله مدلل، هذا الاشي اللي انا بقدر ارتاح فيه. هلا يمكن امي ولا اخوي يعني مش رح يرتاحوا بالقرار، بس انا مرتاح فيه ومش ندمان عليه ولا يوم. بالعكس ومبسوطين كمان هم. يعني دائما هاي المسج بنحب نحكيها دائما لكل حدا، انه عن جد يعني الدراسه حلوه ومفيده بس نوعا ما. حلو لما يكون انت تاخذ قرارك بكل شيء. احكي لنا هلا شو المشاريع الجديده ليحيى؟ هلا بنشتغل على اغنيتين، اشي رومانس مصري واشي اللي هو اللون الجبلي اللبناني. حلو. أو اللهجة البيضة بنسميها احنا. اوكي. نشتغلهم عند الاستاذ وائل الشرقاوي. والله نوجه له تحية. أكيد طبعا نوجه له تحية. راح يتم تصويرهم ان شاء الله يعني بعد ما نخلص الامور هاي. عندي مشاركة، وهاي المشاركة كتير انا بفتخر فيها. أكيد. لانه طبعا. انا راح اكون بالمسرح الرئيسي، المسرح الجنوبي. وحلو بالموضوع انه انا راح اغني ببلدي. حلو طبعا. وعلى مسرح اي حدا بتمنى يغني عليه. اكيد. فرح اكون مبسوط. وان شاء الله يا رب ربنا يوفقنا ونضل نقدم الرسالة الحلوة للعالم. يعني صار في عندك موقف اول ما رجعت من ستار اكاديمي لعمان بحدائق الحسين. بس تعرف شغلي؟ لما هجموا عليك الناس. تعرف كمان حطونا بمكان. بتذكر قسما بالله العالم دش يعني الشرطة دشرت العالم، أخذت أخوي بالغلط. لا هي شوف أي بني آدم مش أنا بس من خريج ستار أكاديمي صار له هالحالة هاي. طبعا عرفت علي. طبعا وكان في استقبال بالمطار وزمامير وكذا. عن جد يعني أنا كمان بتذكر إنه كانت نازلة بال2009 أظن. سيارة جديدة كانت نازلة. مش إلي يعني، بس إنه كانت سيارة بالبلد نازلة تكسرت ضد يعني. قسما بالله من وراء هي سويسرا، من وراء العالم اللي كانت. فبالعكس هي محبة من الله يعني، وأي حدا بتمناها يعني. طبعا صراحة. أكيد يعني، وأنت بتستاهل بصراحة حبيبي. الله يخليك يعني، الله يسلمك. إنسان هيك قريب من القلب و الله يسلمك حبيبي. إنسان سهل عن جد. طبعا انا اليوم باستديو الشرقاوي هون بهذا المكان، انولدت اكثر من اغنيه بعد خروجي من ستار اكاديمي، بس ما راح احكي لكم مين هو الشخص، بدنا احنا كنا نتعرف عليه. تفضل. السلام عليكم. كيفك استاذ وائل؟ اهلا اهلا. تمام اهلا وسهلا. طبعا
بدنا نعرفكم على شخص بتميز بكل الصفات بكل صراحة أستاذ وائل، من كلامه من ألحانه من توزيع هون بهذا الاستديو، وهذا الشخص اللي أنا بحبه شو بدك بالقيل وقال، ومجموعة من الأغاني اللي سمحها الشعب الأردني وسمحها الوطن العربي. يعني أنا قد ما أحكي لك أستاذ وائل أن شهدتي فيك مشروع عندك حبيب قلبي، الله يعطيك العافية، تسلمي على الكلام الحلو. تفضل تفضل، أهلا وسهلا. هون تفضل هون. أمورك إن شاء الله تمام؟ كله تمام الحمد لله. شو لابق على تمام؟ ها كيف بس شكلك تنزل رائع. ردي علي عم دقلك من زمان، روحي علي قلتلك أنا غلطان. بلشت بشو بدك بالقيل وقال، وهي هون كانت الانطلاقة محليا وعربيا. بعدين الحمد لله رب العالمين استمريت على هذا النهج الجبلي، وصاروا العالم يحكوا بدنا نسمع بإشي الرومانس. طبعا نزلنا بعديها شو بدك بالقيل وقال، نزلنا أغنية الله يستر، نزلنا الليلة، ونزلنا كمان مجموعة من الأغاني الرومانسية مثل ردي علي، وكانت كمان في أغاني من الأغاني الأردنية اللي انسمعت بالأردن، ويعني كانوا إلهم صدى بشكل مش طبيعي مثل الأردن عالي وحيهم ويا نغمة شوقي عمان. أنا أستشير حدا بخصوص أي عمل بعمله، أكيد بستشير أهلي لأنهم من مقربين إلي، لأنهم هم ما رح يضحكوا علي ولا رح يحكوا لي حلو مش حلو، فرح يحكوني بكل صراحة إنه هاي الأغنية أكيد لابقى لصوتك، كلامها حلو، لحنها حلو، فأظن يعني بتوكل على الله فيها. أحلى أغنية عندي بالنسبة لأمي، هلأ إذا بسألها السؤال تحكي لي كلهم لأنه ابنها. ألو مرحبا. هلا وين حبيبي؟ كيفك يا حبيبتي؟ تمام الله يسلمك. كيف أمورك؟ تمام يا حبيبتي. اسمعيني بدي أسألك سؤال بكل صراحة. تفضل. أول شيء بتحبيني؟ بحبك؟ آه بموت عليك حبيبي أنت. يعني ليش ما؟ لا, لا لا أنا بدي أحكيك ليش هسا. دائما بيحكوا آخر العنقود إنه الأم بتحبه أكثر إشي، بس احكي لي بتحبيني أنا؟ كثير بحبك. لو أول العنقود هو آخر العنقود أنا بحبك بموت عليك. طب اسمعيني بدي أسألك سؤال يا أمي. نعم يا أمي. حبيبتي شو أحلى أغنية بتحبيها إلي؟ حكيت لكم كلها. في أغنية بتحبيها كمان هيك حزينة دائما بتحبيها بتحكي لي أي أحلى إشي حبيبي إيش؟ حبيبي عود. حبيبي بتجنن هاي الأغنية يما. تحبيها؟ بحبها كثير، بحبها كثير وبحزن عليها. والله؟ والله العظيم لما كنت تغنيها أحس إنك بتغنيها إنا لأخوك لا حدا، يعني بحبها كثير يا حبيبي. حبيبي عود مريد ورود، كفاك غياب كفاك وعود، ودمع العين ملى الخدين، وأقول يا ناس حبيبي وين. مروان الشباب كيف حالك؟ طبعا احنا من زمان ما اجتمعنا،
صديقي صديقي محمد بضلات الكابتن حبيبي. سامر وماهر ومروان اهلا وسهلا. هذا المكان احنا دائما متواجدين فيه بس ان شاء الله راح يعجبكم المكان وراح يعجب راح تعجبكم القعده اللي احنا راح نقعدها. خلينا نشوف يلا تفضلوا شباب. كيفك؟ مشتاق لك حبيبي. طمنا عنك. كيف سامر ماهر كيف الحال؟ تمام. سيد مروان بعيد مروان بعيد عادته مروان حبيبي تفضل بليز. شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. كيف الصحه؟ امورك تمام حبيبي؟ الله يسلمك الله يخليك. وينك؟ وين الغيبه حبيبي؟ الله يخليك الله يسلمك الله يسلمك. احنا طبعا رح نورجيك حياتنا شو احنا بنعمل كل مدي بمدي بس رح تنبسطوا كثير على الاجواء اللي احنا رح تكون موجوده بيناتنا. اقدع شباب لسه في كمان الشباب بس في منهم طبعا عندهم ظروف خاصه بس ان شاء الله رح يكون اشي حلو. يحيى فرقت معك كثير ما بين انت كنت عزابي وهلا متجوز. ليش هالسؤال هذا؟ بدك تجاوب. سمعت السؤال. انه كيف فرقت يعني؟ يعني هلا انت شو حسيت بعد البدايه؟ انت نجم معروف. شوف انت نجم معروف هلا شوف هلا انت انت عزابي كنت تطلع مثلا رحلات تسافر تعمل كثير بس شوف سواء والله لو مش فنان ولا اي شيء سواء هلا ولا بعدين ولا بعد بكره ولا بعد 20 سنه البني ادم بده يرتبط ويكون عائله حلوه ويخلف حلوه. عرفت يعني بعدين بعدين احكي يعني. لا بنصحكش بس لا بس تعرف شغلي اجمل ما تعمل اسره حلوه قسما بالله وتجيب لك هيك بيبي وتشوف مثل ما بيحكوا احنا عندنا بتشوف خلفتك عرفت ومش انه هذا الاشي بانه راح تبعد عن شغلك هذا شغلك بالنهايه وبدك تستمر فيه اللي حلو يكون بس الاجمل وانا الاجمل انه انت بتحب شغلك طبعا والاجمل انك تعرف مين تختار عشان تريحك. احنا مجالنا شوي صعب يعني سهر طلعات سفرات فيمكن شوي انه لا ما شاء الله عليها زوجتك انسان حبيبي الله يسلمك فهذا بيبي. الله يخليك فهذا الاجمل زي ما انت فوتني بالحياه. ان شاء الله بنشوف هناك بعد 20 سنه بستار اكاديمي ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا الموسم 25 لا 25 قرب يا رجل. يا خير دخل بهذا المجال ابنك؟ والله انا بالنسبه لي شو امي وابوي تركوني اعمل انا راح اترك ابني يعمل نفس الشيء لانه احنا هلا من سنه لسنه ما بتعرف شو مخبيتنا السنه طبعا فخليه هو على كيف ويحب على راحته لانه انا ما يعني انا بالنسبه لي ما بحب امي مثلا تقيدني بشغل معين العكس الفن كثير حلو الفن والله. اي مجتمع راقي لازم يكون فيه فن والله الفن حلو بس لما يكون نقاس المجتمع برقيه وبالفنون اللي بقدمها لما نلتم احنا واصحابنا طبعا بنروح على مزرعه بنقعد فيها بنشارك بالمشاوي بناكل مع بعض بنقعد بنأرجل شو كمان بنعمل مرات بنلعب فوتبول اذا كان في اذا كان الجو طبعا حلو نتسلم نضحك بنحكي كل اشي بننبسط يعني هاي هي انا يا اسمر اللون انا يا اسمر اللون سمارك لك شاعل الدم والله وعيوني كل سود والله وعيوني كل سود يا حلوي اخ نستني حليب امي يا باي يا باي والله وإن كان ريقك والله وعسال خلى على فمي وأخذك بالحلال ويبقى أبوك عمي يا باي يا نغمة شوق يا عمان يا جنة مرا عمان احنا حروف وكل حرف بألف معانا هلا يا دار هلا يا دار بيت الطيب يجمعنا
اسمي يحيى سويس، برج الدلو، رقم حظي 9. يا حبيبي يا سجري 44. هواياتي إشي جيتار، إشي دراجات. أطيب أكلة عندي اللي هي المنسف، بحب البيض مرات عيون أو مسلوق. طبعاً عندي تاتو. أنا بشجع فريق برشلونة طبعاً، نشامة. لما أنام صراحة بلبس شورت، ومرات ما بلبس من فوق إشي يعني صراحة. الوضعية اللي أنا بنام فيها يا عبطني أو على جنب اليمين، بس لازم أحط إيدي هيك. بغني تحت الدش أكيد. أحلى قول عز نفسك تجدها. عندي فوبيا من الكلاب المفترسة يعني هلأ يمكن أحب الكلاب بس الهادين، بس المفترسة هدول اللي بتحسهم بدهم يهجموا بخاف منهم طبعاً. مستحيل أنا أغير اسمي لأنه أنا اسمي عاجبني الصراحة. أكتر كلمة بستعملها أوكي، ماشي، حبيبي، على راسي. اللي بخاف منه كتير أنا الصراحة الموت المفاجئ. الإشي اللي ما بحبه فيه أنا إنه ما بحب الصبر. إشي إيجابي بشخصيتي إنه يمكن بضحك كتير. إذا رجع في الزمن وغيره إشي بحياتي، الحمد لله ما في إشي بده تغيير، بس في شغلي وحدي أشيل التاتو اللي بجسمي. مسمي مرتي على تليفوني لما زعل معون، لما ما زعلش حياتي. لما حبها بزيادة عمري، لا بس مسميها أكيد على طول العمر حياتي. كلمة واحدة بقولها لابني عون، أنت أحلى إشي بالدنيا. أنا صار لازم ودعكن وخبركن عني، أنا كل القصة لو منكن ما كنت بغني. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة طبعاً، وإن شاء الله أكون كثير كنت خفيف عليكم. أي إشي تابعوني على السوشيال ميديا، معكم يحيى سويس. حبيبتي يا أمي أنا، يلا بدك إشي بدي أدخل استديو. يلا محلساتين، ويلا توكل أنا. يلا حبيبتي اسمعي، دار خالك محمد بالصور. شو دخل دار خالي محمد يما أنا بصور؟ اسمعي بدك إشي حبيبتي؟ سلامتك. يلا ماشي ماشي، باي باي. دار خالي محمد شو بدي فيهم؟